أبويا أخدني على نابلس عشان أشتري بلاطة. كان عمري 8 سنين لما أبوي أخدني على نابلس على مصنع البلاط، مصنع أصلان تعرفيه، مشان نشتري بلاط لدارنا الجديدة. كانت الدنيا ساقعة كتير، كانت كوانين، صرنا ندور بالبلاط من أوضة لأوضة ومن كوم لكوم، وأنا مش عاجبني إشي. بعدين اطلعت لقيت هالبلاطة عليها نجمة مخمسة لونها خضراء وعليها أحمر فاتح، كانت شلبية كتير وبتجنن. بلطوا السيرة، حملت البلاطة ورحت عند أبوي الله يرحمه. لقيت أبوي صار محمل بلاط وراكب بالترك، وأنا شفته من بعيد صرت أنادي عليه وأشوح له وما سمعنيش، والترك ضل ماشي. عزة أبوي تركني وراح وضليت أنا في المصنع لحالي. كيف هيك بعمل أبوي فيي؟ وقعدت ساعة وأنا أجوح وأنوح. ليش أبوي يتركني هيك؟ أصلاً بيك كتير كان زلمي آدمي، جاب لي فنجان هالشاي وجاب لي هالحرام مشان أدفى، عشان كانت الدنيا كتير ساقعة. قلت لك إنه كانت كوانين. ضليتني قاعدة بالمصنع 3 أيام تمنه أبوي، لحد ما أبوي بعت ناس اللي يروحوني على رام الله. والبلاط اللي أبوي اشتراه هيا شايفتي مش أحلى من البلاط اللي أنا شفتها، بس يلا ماشي حاله.